Hello mes amis, j'espère que vous allez bien, أموركم هنية. مرحبا بكم فيديو جديد على القناة. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بالصحة والسلامة ولهنا. بون كيما شفتوا من التيتغ ديال لا فيديو بغيت نبارطاجي معكم ليكسبيريونس ديالي ملي مشيت العمرة وغادي نبارطاجي معكم لي زاشا اللي بقاو لي فيكو انا مشيت العمرة لو مو دو فيفري ودابا راه لو مو دو جوان. فريمون ما كانش عندي الوقت بزاف رجعت من العمرة رجعت ديريكتومون للخدمة كان كيكون عندي غير نهار اوف يعني ما كنقدرش ندير فيه بزاف تاع الحوايج دونك اي حاجه كتجي في وقتها بيان سور دونك كانت اكسبيريونس فريمون زوينه كنت كنسمع الناس بزاف كيمشيو وكيبغيو يرجعوا كنقول علاش كيبغيو زعما يرجعوا يعني بلاصه مشيتي لها اون فوا يعني علاش يعني علاش يعني شنو كاين تما باش الناس كتبغي تعاود ترجع لتما مي فريمون ملي جربتها انا حسيت فريمون سيتي ان تري تري بيل اكسبيريونس سكو جي فيكو تما فريمون مكان رائع سبحان الله لا بالنسبه للمدينه ولا بالنسبه لمكه ولا بالنسبه لجده يعني بعد اول احساس اللي حسيت انا سبحان الله واحد الهدوء النفسي كيجيك حيت انا بديت بالمدينه عندي اختي تما واحد الهدوء واحد الراحه النفسيه اللي فريمون شحال هذه ما عشتهاش السعوديه كلها فيها واحد الطاقه زوينه طاقه ايجابيه وراحه نفسيه لهلا يحرم اي واحد كيتمنى يمشي لذاك المقام فريمون مقام زوين فهمت علاش الناس كيبغيو يرجعوا بالنسبه لمكه فاش مشينا لبيت الله تيقول لك اول دعاء تدعي به كيكون مستجاب سبحان الله انا سكو جي فيكو بيزار ولا ما عرفتش كلشي الناس كيعيشوا نفس داكشي جاتني الخلعه جاتني البكيه جاتني قلبي كيضرب يضرب عرفتو منين شفت تشوفي بيت الله ما تتبقاش مازال عاقله شنو الدعاوي اللي بغيتي دي سبحان الله كنت نبكي نبكي يعني واحد الاحساس فريمون زوين بزاف لهلا يحرم شي واحد منه مهم كانت الحمد لله دازت عمره زوينه الله يتقبلها مني احلى عمره واحسن عمره هي انك مكديري مع الام ديالك مع الاخت ديالك لا فامي بروش فريمون سيتي ترو بيان وعجبني الحال وكنتمنى ان شاء الله نعاودها علاش لا وكنتمنى اي وحده ولا اي واحد كيتمنى داك المقام يمشي له فريمون زوين وي فوالا هادشي اللي كاين كما شفتوا راه حطيت فلوغ ديال العمره وحطيت الفلوغ ديال جده جده كذلك غزال غزاله بزاف تيقولوا بزاف انها هي لوس انجلوس بحال لوس انجلوس وتيقولوا ان الرياض هي نيويورك فريمون غزاله بزاف وفيها ما يتشاف وعجبتني بزاف فريمون حماقت عليها دابا غادي نبارطاجي معكم لي زاشا اللي عملت خليكم معايا فامي زامي ودابا غادي نبارطاجي معكم لي زاشا اللي عملت بيان سور انا لي كادو اللي جبت راه عطيتهم يعني نورمالمون خاصني غير نجي ونعمل لكم لي زاشا مي ما كانش الوقت ديزولي مي عندي كلكو زاشا اللي غادي بحال اللي بغى يمشي يستافد منين يشري وداكشي وشنو يشري وشنو الاشياء الزوينه واخا كلشي زوين باش نبدا لكم بالبخور بالبخور اولا لي بارفان نبدا لكم بالبخور اوكي جو بونس نبدا بالبخور اول بخور كيحمق كيسطي كيهبل هو هذا معجون العربيه للعود الملكي فريمون زوين كيحمق هكا كيجي بحال بيراميد كيجي بحال هكا فيه امتي كويير هذا كان عندي وشريت شريت ان نوتر فوالا هذا مازال ما حليتوش هذا باقي جديد فوالا غنحطو هنا دونك غنوريكم غير كيفاش عامل فوالا جيسبر يكون باين دونك هو تيكون داير بحال هكذا هذا عود بحال مفرتت وشويه مسقي كما شفتوا ما كيجيش ما كيكونش ناشف فوالا الريحه غزاله كتحمق ما كرهش انكم تشموا معايا هاد الريحه غزاله كتحمق الريحه ديالو دونك كيجي بحال هكا هذا خديته من معجون العربيه للعود راه معروف هو سيتون بوتيك تما فوالا عربيان عود فوالا هذا هو راه دو توت فاسون راه كاين بارطاجيت معكم لا بوتيك من نهار شريته في لي فلوغ جو بونس الفلوغ الاولاني جو بونس اولا الثاني ما عقلتش anyway راهني بارطاجيته معكم هذا غزال كيحمق عود مفرتت هذا فيه انواع ديال العود
حيت العود كما كتعرفوا راه انواع واشكال كثيره، دونك هذا انواع العود مفرتين ومسقيين بالقطرات ديال العود، يعني العود المركز كيحمق. دونك كما قلت لكم خديت واحد اخر وكيبقى مده طويله، كيبقى فريمون كيبقى. هذا كان جابته لاختي، فوالا هي اللي وراتو لي، هي كتستعملو بزاف، دونك عرفتو على طريق اختي. كان جابته لي كادو، كان جابت لي جويجات، واحد كان في المغرب خليته في داري في المغرب، وهذا جبته معايا للدنمارك. اللي حمقني بزاف غادي نبارطاجي معكم عود اخر، فوالا. دابا سكي بيان ان ملي كتبغيو تشريو العود يا كيكون واجد او لا كتشريو كتختاروا اشنو هو لو بارفان اللي كيعجبكم باش مسقي، يعني لو جون دو بارفان. هذا فيه فلورال، هذا فريمون زوين. حتى هذا كيتباع مثلا بحال الكيلو، شحال انت بغيتي كتاخدي دي بوكس بحال هكا كتشريهم، كتاخدي هكا كتشريو مثلا هاد القريعات هادو وكتعبروا شحال بغيتو ديال العود، وكيكونوا ديفيرون لي بارفات يكونوا متنوعين. هذا سي فلورال، عود فلورال فريمون زوين. جو بونس استعملته في رمضان. كاين ثاني هاد العود، هذا كما قلت لكم كتشريو القريعات بحال هكا، كتختاروا نتوما الالوان اللي كتبغيو، كحال ابيض دوغي، كاين انواع واشكال وكتاخذوا. هذا حتى هو، هذا عود حتى هو مسقي، هذا مسقي بالورد، انواع فيه الورد وفيه المسك، فريمون حتى هو ساسون طرو بون. كيحمق حتى هذاك، كندير حتى هذا كندير منه بزاف، فوالا. كاين اوسي هذا ملي خديتو، هذا اللبان الذكر المسقي، هذا اللبان الذكر المسقي باللافندر، يعني مسقي بالخزامه. هذا شريته من انا نوريكم بعدا كيفاش عامل، كيحمق. ريغارديمو عتي معسل، فوالا. دونك هذا فيه اللافندر، كتقدروا تختاروا بزاف ديال لي بارفان. كما كتعرفوا اللافندر كيهدئ فريمون زوين، وكما كتعرفوا ان اللبن الذكر كيدير واحد الطاقه زوينه، طاقه ايجابيه في البيت ديالكم. دونك ثاني، دونك هذا هو اللبن الذكر الاولاني اللي خديت، فوالا. هو خديته من واحد ولا مارك ديال ميسك سميتها، فوالا. هما راه لو سيمبول ديالهم داير بحال هكا مسك، كيبيعوا حتى لي بارفان، غادي نبارطاجي معكم لي بارفان ديالو من بعد. خديت اوسي هذا، ريغاردي موا هاد القريعات كيحمقوا زوينين غزالين. هذا من العربيه، هذا من هذا البيت الاماراتي للعود، فوالا. هذا سي، هذا عود ولبن الذكر، ريغاردي لبن الذكر ما خرج ليش. دونك كاين العود ولبن الذكر مسقي حتى هو، مسقي بالعود. عندك فيه العود وفيه سي فلوغال وفيه المسك، كيحمق، كنت كنستعملو بزاف في رمضان، فوالا. هذا حتى هو، وبيان سور كتجي معاهم هادي باش كتقبط باش كتهزي، هذا كيكون مع هادي، وهذا خليته تما باش كتهزو زعما. غير هو البوكس اللي كيحطو فيه تيكون كبير، انا كلشي خليته حيته لان كيولي لكسيد باجاج، دونك خليت كجبتهم غير هكا كتلفوهم هكا فشي حويجات اولا دي سافيات، حيت البوكس ديالهم تيكون فريمون كبير. هادشي بالنسبه للبخور، هادشي اللي جبت. جبت اوسي هذا جبته من تا هو البيت الاماراتي للعود. منين شريت هذا، شريت هذا اوسي، هذا البيستولي تيقولوا له البيستولي، مازال ما استعملتوش. هذا باش كتشعلوا الفحم، فوالا كيجي بحال هكا، فوالا. بون، انا جبت لكم هذا البانس، هذا قلت لكم هذا باش كيهزوا، هذا ديال هذا كيجيو معاهم في البوكس. غادي نبارطاجي معكم الفحم اللي جبته، هو جبته فرانشمون زوين. هذا كما شفتو كيتقطع،
هذا كيبقى مده طويله فريمون احسن من هذاك ديال الشيشه اللي تيكون مدور كنت كنجيبو من المغرب دغيا تيطفى هذا كيبقى مده طويله. علاش هاد البخور اللي بارطاجيت معاكم فريمون زوينين وكيبقاو مده طويله يعني كيبقاو في الدار شحال من نهار هاد سكيبيا يعني باش كتعرفوا بخور يعني لا كاليتي ديالهم زوينه. فوالا غادي نبارطاجي معكم مون كود كور واحد هوم سبراي هادو جبت جويجات هادو غزالين كيحمقوا حتى البارفان ديالهم زوين هذاك ديرهم في الفراش في 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 لي ريدو في فوتوي المهم هادو ديال كتحطهم على التوب هادو خديتهم من وقيلا راساسي لا بوتيك سميتها راساسي فوالا دونك خديت جويجات ها هما فريمون زوين ريحتهم كتحمق غزاله وكتبقى حتى هي لونغ لاستين. ودابا غادي ننتقلوا مي كود كار لي بارفان كيعجبوني بزاف 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 تاع البخور كيعجبني مي لي بارفان غزالين. بون اول بارفان غادي نبارطاجي معكم هما هادو لي سميتهم مسك الرمان فوالا هادو فريمون زوينين سمحوا لي هذه مسك الرمان هذه مسك الجمال هذه مازال ما حليتهاش هذه ديجا كان جابتها لي اختي كتحمق يعني بالنسبه للبنات اللي ما كيعجبهمش اللي ما كيستحملوش العود مشهد فريمون زوينه هذه كتحمق مسك الرمان. ما غاديش نبارطاجي معكم داكشي بزاف حتى كندير لكم دي فيديو خاصه على لي بارفان. مسك الجمال خديت هذه خمريه فوالا شنو هي الخمريه الخمريه كتكون بيان كونسونطري انا نوريكم كما شفتوا كتكون هكا الفلاكون غير صغيور كتكون بيان كونسونطري فوالا كديروها هنا هكا هنايا في مناطق النبض فوالا هنايا هنا فريمون زوينه ريحه غزاله كتحمق. غادي ندير لكم اون فيديو بيان ديتاي على هاد لي بارفان هادو ان شاء الله سون ان شاء الله. فوالا دابا غادي نبارطاج معكم ثاني لا مارك هادو سميتهم حتى هما من نفس لا مارك ديال مسك كيبيعوا اوسي هاد لي بارفان هادو هادي زوينه هاد البارفان هذا نوريكم سميتها كارمن هادي سي ان بارفان ديتي فلورال فريمون زوين شوفوا ليا لي فلاكون فريمون زوينين عندك هذا هذا اوسي لي سميتو حتى هو من لا مارك مسك شوفوا لي فوالا هذا هو لو سيمبول ديالهم. هادو سو سون دي بارفان دو نيش ما كتلقاهمش اي بلاصه ولكن في السعوديه كتلقاهم بزاف دي زيكسبوزون اللي حاطينهم في لي سونتر كوميرسيو. نفتحو معاكم اول مره غادي نحلو باسكو جي ديجا حليت ديجا كنت حليت دي زوت بارفان هذا جربته عندهم فوالا شوفوا لي الفلاكون باكاجين كيف داير فريمون زوين اوه جولد هذه سميتها جولد غادي نرش هذا لوكوتي هذا كما كنقول لكم دائما نترشوا البارفان بعيد. واو واو رشيته عندهم مي ما عقلتش عليه بزاف واو فريمون زوين كيحمق شوفوا لي الفلاكون ديالو شحال غزال دوري هذا بارفان ملكي فريمون زوين نرجع بلاصتو نحل معاكم حتى هو من لا مارك مسك هذا سميتو العز فوالا نحلو والله ما كرهتكمش كن كتقدروا تشموا هاد لي بارفان دونك فوالا كيف كيجي غادي مول الفلاكون تاع هذا كيف عامل فريمون داكشي ملكي غزال غندير هنايا الله كيحمق فريمون زوين واو
ميزامي اللي مشات للسعوديه ضروري تجرب هاد لي بارفان هادو، فريمون خطيرين خطيرين، فريمون غزالين كيحمقوا. نرجعوا للباكس ديالو، غنتقلوا القصه. هاد اللي دارت فريمون دارت ضجه في السوشيال ميديا هاد القصه، وكتستاهل انها دير هاد الضجه هادي. انا ديجا بارطاجيت معكم هادي من امبريال فالي، هادي كان جابتها لي اختي، وكيتباع واحد الباكس فيه 3، فيه هادي امبريال فالي، وفيه هادي اوتسون، هادي فوالا. استفهم ونقول لكم، ما غاديش نحكي لكم بزاف عليهم حيت غادي ندير لكم ان فيديو بيان ديتاي على النوت اللي فيهم. اي فوالا كاينه هادي لا لونا، فوالا هاد لي 3 هادو كيجيو في بوكس بوحديتو، كي اللي كيجي هكا جويجات اولا 3. فوالا كما حكيت لكم ديجا على هادي عجبتني، سي سون دي بارفان ديفير، هادي ديال ليتي، هادي سي ليجي، هادو لا هادو فريمون قاصحين. بيان سور غتسناو فيديو ديتاي على لي بارفان، غادي نبارطاجي معكم هادو سورتو ديال القصه، غندير درتهم بوحديتهم، عاد الاخرين غندير ليهم فيديو خاص بهم باش كومسا ما يجيش لا فيديو طويله بزاف. بون لي زامي، هادو هما لي زاشا، هذا هي غادي نختم لا فيديو هنايا. كنتمنى لا فيديو تعجبكم، الا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ان بيتي كومونتير باش كتشجعوني. اللي مازال ما تتبعني في انستغرام سميتي ام بي لايف ستايل اوفيسيال، خليت لكم الراحه حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. كرو بيزو.